فريق انبي اتعادل مع الداخلية سلبياً في المباراة اللي جمعتهم على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري. بالنتيجة دي بيحتل انبي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير برصيد 10 نقط. فريق طلائع الجيش حقق الفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري. بيحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 محتلاً المركز 13. والنادي الأهلي خاض ميرانو على ملاعب النادي بمدينة نصر قبل أن يتوجه الفريق إلى الكونغو استعداداً لخوض مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. فريق رجال الكرة الطايرة بالنادي الأهلي فاز على فريق الأسمنت الإثيوبي بنتيجة 3-0 في إطار ثالث مواجهات الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية للأندية اللي بتستضيفها مصر بالنادي الأهلي على صالة الملك عبدالله الفيصل. منتخب سلاح سيف المبارزة اتأهل لربع نهائي بطولة العالم بالسعودية امبارح بعد الفوز على منتخب الصين بنتيجة 45-37 في الدور 16. وفريق العين الإماراتي حقق فوز كبير على فريق الهلال السعودي بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعتهم على استاد هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا. فريق بايرن ميونخ الألماني اتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على أرسنال بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا ليتأهل بمجموع 3-2 في المباراتين. وفريق ريال مدريد اتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد ما تعادل الفريقين بنتيجة 3-3 في مباراة الذهاب.